إذن لنناقش وضع القطاع العقاري ووضع أعمار مع زياد مخزومي محلل مالي وعقاري. مرحبا بك أستاذ زياد، شكرا جزيلا لهذه المشاركة معنا اليوم. بداية، يعني رائع ما سمعناه عن المشروع أو هذا العقد التفاهم الذي وقعته أعمار الذي تم التركيز عليه بشكل رئيسي، ويعني حتى زميلنا أسيد من داخل سوق دبي كان قد ذكر بأن هناك استثمار أجنبي واضح يتجه الآن إلى سهم أعمار. في المقابل لدينا هذا الخبر المهم واللي تجاهلته ربما الأسواق لسبب واضح أو ربما من غير سبب، عن موضوع السندات القابلة إلى تحويل لأسهم. حدثنا أكثر، كيف سيكون تأثير ذلك إذا ما تم فعلا الإقرار أو سماح مجلس الإدارة لهذه السندات بالتحول إلى أسهم من جديد؟ طبعا هنا فقط للتفاصيل أنه هذه السندات تتحول إلى أسهم إذا كانت فوق الإكسرسايز برايس ب 150%، المستويات يعني كانت المطلوبة 6.75 واللي كانت وصلت أعمار بالثامن من ديسمبر، بالتالي كيف سيؤثر ذلك على شير تبعات أعمار في الفترة المقبلة؟ في عندك عدة عوامل. دائما الكونفرتبل السندات قبل التحويل في بسموه تريجر بوينت يلي بيجبر التحويل او البيع او التغيير وتطلبت معينه لانه الفاليو عالي كثير او وت كثير لانه بتطلع وبتنزل كمان. هلا اذا بتاخذي اسهم اعمار السندات اعمار للتحويل الفائده تبعها كثير عاليه اعلى من السوق. فحيالله شخص شريها من زمان عم يعمل فوائد ما بيعملها بغير استثمارات امنه ودخلها عالي. يعني حتى اذا بتجي تاخذ السندات تبع نخيل وقتها في مده قبل ما ينزلوهم نزلت الاسعار وبعدين العالم تمسكت فيهم وطلع فوق قيمته الفيس فاليو فوق ال 100% لمده طويله لانه الفائده تبعه كثير عاليه. فهلا عندك خيارين، مجلس الاداره يا بيشتري السندات وبيعمل سندات ارخص لانه الفائده ارخص بفائده ارخص، او في ناس يلي ما رح تقبل بدها تحول. هلا بدك تشوفي شو القرار. يعني تعال ناخذ ربما السيناريوهين. السيناريو الاول اذا ما قبلت اعمار وفعلا استطاعت ان تحول سنداتها الى اسهم، بالتالي اول شيء تكلفه الاقتراض تبعها قلت، فبالتالي ديونها قلت كالتزامات لاعمار، وهذا شيء ايجابي. ميزانيتها بتتحسن. يعني انت اذا بتشيل اللايبيلتي بتحطيها ككابيتال كراس مال، مأكد الميزانيه بتتحسن. يلي بتساعدك اكثر لتتديني فلوس بعدين. مش انه اعمار عندها مشكله بالدين. بس هذه المرحله يلي تدينوا فيها كمان عده شركات كان عم تفكر تعمل تدين سندات او سندات قبل التحويل، كانت الفوائد عاليه لانه وضع دبي وضع المنطقه كان مش كثير متوازن، فالفائده كانت اعلى. هلا الخيارات عند اعمار يا بتاخذ السندات لانه يعني هلا شيء طبيعي بالمشاريع الكبيره بدها تعمل زياده السيوله. صحيح. زيادة السيولة يا بالقروض يا بالرأس المال باثنين، أنا بظن رح يكون اثنين. فهلا زيادة رأس مال وبرأيك قروض لازم أو سندات، لأنه المشاريع اللي عم نحكي فيها بالكبيرة هي بعشرات البلايين الدولارات مليارات الدولارات يلي بدها تمويل. هلا التمويل إذا أنت رأس مالك 5 مليار البنوك ما حيعطوك 100 مليار بس، فبده يكون في تقريبا توازن بين، أنا بظن بيصير زيادة رأس المال بطريقة معينة وفي عدة طرق ما بس الاكتتاب أو سندات قابلة للتحويل. هلا سندات قابلة للتحويل كانت مهمة لأنه أكثرية المستثمرين كانوا فاكرين أنه السوق ما رح يصير أسوأ والفائدة أعلى، وإذا بنحط فلوس بحي الله عملتين عم يعملوا 1.5% وربع بالمية، فبناخذ ريسك شوي على دبي ونعمل فائدة أعلى ونشحوا بهذا السياسة. والدليل نخيل سندات عالية وإعمار هلا سندات عليها طلب وعم بتزيد الطلب عليها. هلا إذا حولوا بالسعر يلي مفروض يلي أقل من 5 درهم مأكدة بدها تأثر على السهم 4.38 بدها تأثر على السهم سعر التحويل، والمعادلة هي بتقيم الفاليو الموجود وبتزيد وبتقسمي على عدد الأسهم الموجودة. فنفس الشيء مثلا الواحد يعمل اكتتاب 1 for 1، إذا السهم بثلاث دراهم وأنت نزلت سهم بدرهم بيصير، وإذا نزلت عدد الأسهم بيصير 2 لأنه 1 مع 3 اسم 2 بيطلع 2. فمجلس الإدارة بده يقرر شو الخطوة الثانية. قد ايه بتتوقع أنه يكون في إذا ما صار هذا الشيء؟ يعني نحن عندنا 500 مليون دولار القيمة العامة، إذا ما تم طرحها كلها كأسهم، شو قد ايه ممكن تكون النسبة المئوية اللي يتراجع فيها سهم أعمار؟ يعني اذا انا اذا شخصيا اذا مستثمر وبعد عندي سنتين من الفوائد العاليه ما رح احول هلا، باخذ الريسك. انت من الجهه الثانيه انه في البعض من اللي هن طلبوا، بالتالي هيك في ناس بقول لك هلا انا بعمل اسهمي اكثر
وبقلبها، والاسهم تبعي اللي عم باخذها باربعه وشوي يمكن تصير بعد 8، فانا ربحي بصير 100% بعد سنتين بدل ما انطر واخذ فوائد 10%. انا بظن بده يكون بين اثنين، يعني في ناس انا بظن المجلس الاداره رح يعرض انه يشتروا السندات. التريجر التحويل معهم وقت، ففي مده لتصير الامور ماشي، واعمار مجبوره تتدين اكثر لتكمل المشاريع الكبيره اللي بتعملها. هلا الطلب على اعمار انا بنظري الاسعار عليت، لانه اعمار مثل ما حكينا دائما بالمقابلات انه اعمار عندها دخلين، عندها يا اراضي عم تطورها يا دخل من مؤسسه المحلات اللي مأجرتها، وكانت محدوده الاراضي اللي عندها داون تاون. هلا هذا المشروع يمكن يكون اكبر من داون تاون بعده مرات، والادفانتج فيه رح يكون في كمان بوسيبلي نحن هون عم نحكي عن مشروع مع دبي وورد سنتر. اكزاكتلي، معقول يكون في منشآت صناعيه، تجاريه، ريكريشنال، يعني عندك مجال تعملي اكثر من داون تاون دبي لانه المساحه اكبر والمجالات اكبر. فمثل ما حكينا دائما بنقول شو رح يعملوا بعد المشروع؟ بعد المشروع انا بظن رح تكون سيتي قائمه بحد ذاتها، تجاريه وصناعيه وسياحيه. فانا بظن هيدي العالم عم بيشوفوها وبلش تاثر على سعر عمار.